صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بدماج قامت بتسجيل هذه المادة التي هي بعنوان نصيحتي لأهل السنة من الجن لفضيلة الشيخ المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي، تم تسجيلها في ليلة 29 ذي القعدة لعام 1416 هجرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نترككم مع المحاضرة. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ورى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ربيعة التميم الداري رضي الله عنه ولقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهكذا أنبياء الله فإنهم ناصحون لأممهم، فقائل منهم يقول: وأنصح لكم من الله، وآخر: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم، ونصيحتنا في هذه الليلة لإخواننا أهل السنة من الجن. نعم، الجن هم كبني آدم، فيهم الصالحون وفيهم الفاسدون الأشرار المردة، كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عنهم: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. لا، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم، وفي آية أخرى: وإنا منا المسلمون ومنا الباسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فهم كبني آدم، فيهم الكافر الشرير المفسد، وفيهم الجاهل، وفيهم السني، وفيهم الشيعي،
وفيهم الصوفي وفيهم الحزبي. نعم، وقد جاء رجل من الجن إلى الأعمش فأذن له الأعمش أن يأكل معه طعاما، ثم سأله أفيكم أحد أو شيء من هذه النحل، أي من هذه من أصحاب الأهواء؟ قال نعم، ونجد شرهم الرافضة. وكانوا ربما يأتون إلى العرب، فقد قال قائل العرب أتوا ناري فقلت منون أنتم؟ فقالوا الجن قلت عمو صباحة. نعم، وهكذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسلهم الشيطان عند أن منعوا من استراب السمع من السماء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الرشد الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعم، فلما أرسلهم إبليس ليسمعوا ولينظروا ما الذي حدث ومنعوا بسببه من استراب السمع، نعم، ومن الصعود إلى السماء، رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه بوادي نخلة، وهو واد بين مكة والطائف. نعم، كما أخبرنا ربنا عز وجل في الآيات التي سمعتموها وأيضا في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فماذا فالأمر أن الجن استجابوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأثروا بقراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجعوا دعاة إلى الله بسبب سماع القرآن. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يخبر بهم إلا أنها أخبرته شجرة، كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: نؤمن بهذا، فالله قادر على أن ينضج الشجرة وأن يجعلها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تجعلها
تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نؤمن بذلك. وكانوا تسعة، أحدهم يقال له زوبعة. نعم، ماذا؟ وكانوا أيضا أي الجن كما أخبرنا ربنا عز وجل، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. نعم، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا خرج من خيبر، أي رجلا من الإنس المسلمين خرج من خيبر، فتبعه اثنان، ثم تبعهما واحد وقال لهما ارجعا ارجعا. نعم، فرجعا فقال إن هذين كانا يريدان بك سوءا، فزجرتهما ورددتهما، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام وقل له إننا في جمع زكواتنا، ولو كانت تطيب له لأرسلنا بها إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا منهم من أسلم كما سمعتم وكما أخبرنا الله عز وجل في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، كان الإنس يعبدون الجن كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، فأسلم الجنيون والإنس لا يعلمون بذلك، الإنس لا يعلمون بذلك، فبقي الإنس على عبادتهم، فأخبر الله وشفه أيضا الإنس الذين يعبدون الجن، والجن قد أسلموا. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. وقال بعدها يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى شهدنا على أنفسنا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم، في هذه الآية الكريمة نعم أنه أرسل إليهم، وقد اختلف العلماء هل من الجن رسل أم الرسل من الإنس، فمسألة هل ظاهر هذه الآية أن منهم رسلا ولا يضرنا ذلك، والموضوع الذي هو مسألة الجن موضوع طويل لو كتب فيه كاتب لأخرج كتابا مثل بلوغ المرام أو مثل رياض الصالحين من حيث انقسامهم إلى مسلمين وكافرين، ومن حيث تسلط الشياطين والجن على بني آدم. نعم، ومن حيث ماذا
كذلك وسوسة الشياطين وإيذائهم بني آدم، فإن المعتزلة يقولون إن الجن لا يسلطون على بني آدم، المعتزلة يقولون ذلك، ورب العزة يقول في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم، ويقول ماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاءت امرأة كما في حديث ابن عباس المتفق عليه، جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف، فادعو الله لي يا رسول الله ألا أتكشف. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى الجن والإنس. فنعم، قد كان يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجن غير تلكم المرة الأولى، ويقرأ عليهم شيئا من القرآن، وربما اختلفوا فيأتون إليه ليصلح بينهم. تقدم كما سمعتم أنه يجوز أن يتلبس الجن بالإنس، وهذا أمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إيضاح الدلالة لو لم يرد دليل لما كان لنا أن ننكره، لأن الإنكار يخالف الواقع، يخالف الواقع، نعم يخالف الواقع، ويخالف أيضا الدليل الذي سمعتموه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة ما المتفق عليه، ما من مولود يولد إلا والشيطان يطعن في خاصرته فيصيح إلا مريم وابنها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. المعتزلة قبل هذا الفلاسفة ينكرون وجود الجن، وقد انزلق محمد رشيد رضا، انزلق في هذا وقال إن الجن عبارة عن الجراثيم. يا سبحان الله، عبارة عن الجراثيم. أي نعم، قال ما ترى سميت جن، ما ترى لأنها ما ترى إلا بالمكبر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يوافق المستشرقين من أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. هؤلاء الفلاسفة هم الذين أنكروا وجود الجن أصلا، وتبعهم من تبعهم من أفراخهم. وماذا بعد ذلك؟ أيضا المعتزلة أنكروا تسلط الجن، لم ينكروا الجن. وهناك كتاب في الواقع أنه كتاب قيم بعنوان صيحة الحق، بعنوان صيحة الحق. ماذا لرجل يقال له درويش تكلم على التوحيد ولكنه زالق أيضا وأنكر أن يتلبس الجن بالإنس؟ كيف تنكر يا مسكين ورب مصروع لا يحفظ القرآن وتجده يقرأ القرآن، ورب
مصروع لا يحسن اللغة الإنجليزية وتجده يتكلم باللغة الإنجليزية، ورب مصروع لا يحسن اللغة التركية فتجده يتكلم باللغة التركية، وهكذا أيضا أمر محسوس. وأنت تزعم أن هذا لا ماذا لا لا يكون، وتستدل بماذا؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس له عليهم سلطان في الإغواء، في الإغواء. أما في مسألة الصرع فلها علاج، وهي مسألة الأذكار. نعم، مسألة الأذكار. بقي هل الجن يعلمون الغيب أو لا يعلمون الغيب؟ الجن لا يعلمون الغيب، كما يقول ربنا عز وجل في شأن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. طيب، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم، ماذا إخواني في الله؟ فهم لا يعلمون الغيب. والآن نرجع إلى النصيحة التي هي خاصة بإخواننا الجن من أهل السنة، فقد يكون هناك جنيون من أهل السنة وهم جهال، كما يوجد من أهل السنة بين أظهرنا من هو جاهل ما شاء الله يعفو اللحية وماذا، وكذلك أيضا يقص الشارب ويضرم العمامة ولا يعرف عن السنة شيئا. فماذا يا إخواننا؟ فالجن هم أجهل، والجن هم أظلم أيضا من الإنس. ننصحهم بتقوى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول سبحانه وتعالى وهو يشملهم الإيمان، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الجن فيهم مؤمنون، فيهم مؤمنون. نعم، وهكذا أيضا ننصحهم، فهي نصيحة الله عز وجل لعباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فليتقوا الله. وقد سمعوا أيضا قول الله عز وجل: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقول الله، ويقول ربنا عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. لا، ويقول عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم، أنتم مجزيون ومحاسبون، إن أحسنتم دخلتم الجنة. بعض الناس يقول الجن ما يدخلون الجنة، ما عنده دليل لا من الكتاب ولا من السنة. نعم،
سمعتم قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ بعدها: ولكل درجات مما عملوا. وأيضا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وذكر منهم: فاستجاب لهم ربهم، أو بعدها: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ويقول عز وجل في كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويقول ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم، من الجن مؤمنون، من الجن مؤمنون. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: نعم، وقد دعاه مؤمن الجن وطلبوا منه طعاما، فدعا الله عز وجل أن يرد لهم كل عظم أوفر ما كان، وكل روثة نعم أوفر ما كانت، أي علفا لدوابهم والعظم لهم يرجع أوفر ما كان لهم. ماذا؟ فهم إخواننا، وهم مؤمنون، وهم مكلفون، تشملهم الآيات القرآنية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى قوله تعالى: أولئك الذين يرثون الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالقول بأنهم لا يدخلون الجنة لو عنا به الشياطين، ولا عنا به الشياطين قائله، القول قول باطل. ليس هناك دليل من الكتاب والسنة. فنحن نتواصى وإخواننا الجن بتقوى الله عز وجل، ثم بعد ذلك أيضا بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد مر بنا حديث أن الرجل، حديث الرجل الذي خرج من خيبر فتبعه جنيان يريدان إيذاء، فتبعهما رجل من مؤمن الجن ليردهما عنه فردهما عنه. المسألة مسألة تعاون ومسألة تفقه. ننصحهم أيضا بالتفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا قد يكون الجاهل أو الشخص منهم جاهلا، فربما يؤذي إخوانه وهو يظن أنه سني، أو أنه ماذا مؤمن من المؤمنين الصالحين. قد يكون مؤمنا فاسقا، فيؤذي إخوانه كما يحدث لكثير من المصروعين. فربما تقرأ عليه القرآن والذي فيه يشابهك بالقرآن. نعم، هذا إذا كان مؤمنا صالحا. أما إذا كان شيطانا، فسواد بن قارب ماذا رآه عمر،
فقال إن هذا على دين الجاهلية أو كان كاهن قومه علي به فأوذي به. فقال له عمر إنك على دين الجاهلية أو كنت كاهن قومك. فنعم الرجل قال ما رأيت بشر ما قبل به رجل مسلم مثل اليوم. فقال له عمر قد كنا على شر من ذلك. فقال له أما إني كنت كاهن قومي. ثم قال له متى تركك جنيك؟ قال عند أن قرأت القرآن فلم يأتني. عند أن قرأت فالجني الشيطان إذا قرأت القرآن نعم ابتعد عنك ابتعد عنك. أمر مهم أن يتفقه أهل السنة من الجن في دين الله. ورب العزة يقول في كتابه الكريم نعم وقل رب زدني علما. ويقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. كيف تستطيعون أن تميزوا ونحن في هذا العصر المظلم بين الحق والباطل إذا لم تتفقهوا في دين الله؟ لا بد من التفقه في دين الله حتى تستطيعوا أن تميزوا بين الحق والباطل. فقد اغتر كثير من الإنس بماذا؟ ببعض الدعاة إلى الله. ما شاء الله يرون اللحية محناة والثوب إلى وسط الساق والعمامة مقرومة نعم ويقولون هذا هو الداعي إلى الله. فأنتم أيضا لا بد أن فيكم من هذا النوع. أنا ما أستطيع أن أضرب الأمثلة منكم لأنني ما أعرف أحوالكم. أضرب لكم أمثلة من الحزبيين الموجودين عندنا كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه. كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه. كنت أنا وعبد المجيد الزنداني عند الرئيس. فماذا فبعد ذلك ماذا؟ قلت لهما أنا أتحداكما أنتما تقولان نحن متشددون يا أهل السنة. أتحداكما أن تثبتا برهانا على أننا متشددون. فسكت الرئيس ويشكر على ذلك. قال عبد المجيد الزنداني أما أنا فعندي كلامك في الأشخاص. فقلت له إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فالتفت الرئيس إلى عبد المجيد الزنداني يعني ما جوابه؟ فما كان جواب عبد المجيد الزنداني؟ قال هذه الأدلة منسوخة أبغي تسجل في هذا المسجل ويسمعها علماء المسلمين الذين يدافعون عن الحزبيين كيف يحكمون على الأدلة. كيف يحكمون على الأدلة؟ يقول هذه من سبقك يا عبد المجيد الزنداني وقال إن هذه الأدلة منسوخة. سل العلماء لو كنت موفقا. فقد مكثت في السعودية السنين يمكنك أنك دخلت الكليات ودرست واستفدت
ولكن مسكين مهرول بعد الحزبية، أينما توجه فهو مع الحزبية، وقد نصحت أخا ينصحه، قال تنصحني بشيء أو توصيني الأستاذ عبد المجيد؟ قلت أنصحه أن يدخل في جامعة من الجامعات ويستفيد، أنصحه بهذا. ثور آخر من الأثوار من الإخوان المسلمين، نعم، زارني مجموعة إلى هنا، وبحمد الله انسجموا لما نصحناهم بترك الحزبية، وأظن الرجل مسكين احترق ويريد أن يلوث المجلس، فقال لي أنا يعني يوشفني التفرقة، هناك أمور فرعية، أنا أضرب لكم مثلا يا أيها الجن، لأنني ما أعرف الحزبيتكم أهي مغلفة أو ظاهرة، أبغيكم تحذروا. فماذا؟ قال اختلاف بال في أمور فرعية. فقلت له أنا أتحداك، أنا أتحداك مرتين أو ثلاثة أن تأتي لي بمسألة فرعية اختلفنا فيها، اختلفنا من أجل وضع اليد اليمنى على اليد، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، اختلفنا من أجل رفع اليدين، اختلفنا من أجل التسميم في الوضوء. فكر وقدر، نعم فكر كثيرا، قال مثل الديمقراطية يا إخواننا. ماذا الديمقراطية عند هذا المسكين؟ الديمقراطية عند هذا المسكين من الفروع، نعم، وهي تمسك الدين الإسلامي نسفا، وهي طاغوتية. ماذا إخواننا؟ نصحنا إخواننا الجن في الابتعاد عن الحزبية، وإذا أردتم أيها الجن السنيون أن يرفعكم الله فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وتعجبني كلمة طيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تعجبني تلكم الكلمة، وهي أنه قال: إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نظرت إلى وزير الأوقاف غالب القرشين وإلى حمود هاشم بسبب إعراضهما عن سنة رسول الله، وبسبب تعاونهما على سحب المساجد من أيدي أهل السنة، وجدتهما في خزي وفي ذل. أي نعم، ما هو إلا وزير صورة أمام الناس، هكذا صورة مكفت، أمير ومكفت. نعم يا إخواننا، ليس له من الوزارة شيء، هي بيد غيره، وهو كما يقال أسد علي وفي الحروب نعامة فتهرب من صفير الصافرين. أسود على أهل السنة الذين لا يريدون المشاكل، أخرجوهم من المساجد فبقاؤهم خطر، سيتكلمون وقت الانتخابات، مسجد ببيع بيت بناه
الدنيا لله عز وجل ثم تأتي الأوامر من حمود هاشم لا بارك الله فيه. أي نعم تأتي الأوامر بأن يسلم لماذا؟ للإخوان المخلصين، وأن يسجن أيضا محمد، يسجن محمد لو طلب هو وثلاثة. نعم وماذا وماذا؟ أصبحوا مساكين مرتبكون مرتبكون. ماذا؟ ما بقي معهم إلا لسن يدقدقونهم. يا مساكين، قلنا لكم قبل إن الحكومة تريد أن تحارش بيننا وبينكم، قلنا لكم بهذا، هل تفقهون أو ما تفقهون؟ كأني بكم بعد أيام، كأني بحمود هاشم محافظ صنعاء وبغالب القرشي يحمل زنبيلة يتقضى في السوق، قد عزل عن المحافظة، ذاك قد عزل عن المحافظة، وذاك قد عزل عن الوزارة. نعم، ماذا يا إخواننا؟ هل نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نتمسك بالسنة التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قد نسيتم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، تلكم الكلمة القيمة، ما هي؟ قولوها. إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بالسنة. وأضرب لكم مثلين أو مثلا واحدا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الرجل الفاضل الصابر السني داعية التوحيد وعقيل المقطرين، الشيخ محمد محبوب أينما توجه، وعقيل المقطرين، نعم صاحب النسيخات المؤلفات، نعم ماذا؟ لما أصبح يلهث بعد المادة ويجري بعد المادة سقط. نعم، إن المسألة يا أخواننا من عند الله عز وجل، هو الذي يسقط الشخص وهو الذي يرفعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعم ماذا ماذا؟ ما قام أحد بحمد ربي، بحمد ربي، ما قام أحد يهاجم أهل السنة إلا سكت. نعم، انظروا إلى عمار السفيه الكذاب، لما نشر ذلكم المقال ماذا؟ بحمد الله صار نكبة عليهم. عبد المجيد الرايمي لما نشر ماذا؟ لما نشر شريطا صار نكبة عليهم. الله يعلم يا أخوان أنني أقرأ في قصائده التي فيها هذه دعوتنا وعقيدتنا، وأقول آسف 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 على هذا الرجل، أي نعم، الذي يقول فيها دوسي صوفية القوم دوسوها بأرجلكم وأشياء، ما شاء الله. أنا آسف، نسأل الله يردك يا عبد المجيد
الريمي إلى السنة ردا جميلا، والله المستعان. نعم، وانتكس يا إخوان، من حارب السنة انتكس هكذا. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قبيح قبيح جدا، العامي عامي، لكن قبيح قبيح أن يكون الشخص يهز المنابر ويدافع عن السنة وبعد أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأهل السنة. يا لها من خسارة. آسف آسف. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوج مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا. هم يعرفون يا إخواننا أنهم محترقون، يذهبون يضاربون إخواننا في الحسينية. من أجل ماذا؟ اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. أي نعم، عرفوا لا أهل السنة نبغيك كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاشفا ما له قليل الرجاء. نبغي عقيلا وذوي عقيل يمشون في الناس أحياء وهم أموات، لأنهم عادوا إخوانهم أهل السنة ومالوا إلى الدنيا. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نعم، وهكذا أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أنا أسألكم يا إخوان وأجيبوا: أهم راضون ومطمئنون بالملايين التي تأتيهم، أم هم محترقون وجلون مضطربون على الإنصاف؟ أجيبوا بالإنصاف. نعم، لا غير الكبار اللي أجيبون. طيبون يا ما هم مطمئنون إليها؟ ليسوا مطمئنين. كل ساعة ويأتينا منهم رسول نريد الصلح، نصطلح على ماذا؟ وتبقى جمعية الحكمة، وتبقى جمعية الحكمة التي هي حزبية ظاهرة ليست بحزبية مغلفة. كنا نقول إنها حزبية ظاهرة. نعم، ليسوا مطمئنين. وعبد المجيد الريمي يفتح كتابه: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والناس هاربون من الباب. نعم، ويبقى يقرأ للسواب، يبقى يقرأ للسواب. والله لا ليسوا مطمئنين يا أخواننا، ليسوا مطمئنين، لكننا عجزنا عن أن نردهم إلى السنة ردا صادقا، ردا صادقا. وإلا فليسوا مطمئنين إلى هذا. نعم، نرجع أيضا إلى نصيحة إخواننا الجن، ننصحهم أن يحضروا
دروس العلم، وأنتم تظنون أنهم ما يحضرون دروس العلم. فقد كان هناك رجل بصعدة يأتيه جني ويتدارس معه القرآن، لكن ماذا؟ الجني مسكين جاهل، الجني جاهل، وربما هو شيطان بس هكذا يلعب على صاحبنا الصعد. كيف ذاك؟ إذا مرض أحد قال له الجني لابد أن يذبحوا ديكا أسود، قال له ما يجوز، قال هؤلاء الأدى ما يخرج إلا بديك أسود. أيضاً إما أن يكون مسلما جاهلا مثل جهال المسلمين، مثل جهال المسلمين الآن، وإما أن يكون شيطانا آخر. أيضا كان يدرس بالرياض، وتأتي فتاة جنية حفظت عليه القرآن ويعطيها القهوة تجلس خلفه وتتناول القهوة وتشربها. آخر أيضا يدرس حلقات علم، فما شعر ذات يوم إلا وهو يقول يا شيخ يا شيخ، وما يدري من المتكلم. نعم ماذا تريد؟ قال أصحابك هؤلاء من جاء رمى بعصاه، ويعني عادة الشخص إذا جاء عنده عصا يرمي بها، رمى بعصا وهي ما تقع إلا علينا. أزعجونا يا شيخ، مرهم أن يضعوا عصيهم وضعا. فلا يمنع أنهم يحضرون حلقات العلم. وأنا أخبرني أخ، إلا أنني ما أصدق الجن أنفسهم، ولا أخبرني أخ أنه عالج مشروعا، فقال له وهو الأخ ناصر الكريمي، قال له ماذا؟ قال له أنت تقرأ علي، أنا من تلاميذ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، وأيضا واحد في أفغانستان كذلك يقول أنا من تلاميذ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، ماذا يا إخوان؟ فقال له وأنا هذا الذي قال الأخ ناصر، أنا أقول لك كان بيتك تحت الجبل، كان بيتك أنت وصاحبك كان ساكن هناك، كان بيتك تحت الجبل وهكذا. فلا يمنع أنه يوجد منهم، ومرحبا بهم وأهلا وسهلا. لكن من هو الذي مرحبا به؟ الذي ما يؤذي، الذي ما يؤذي. أما الشياطين وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الذي يحضر من الجن متأدبا ويحضر ويستفيد، نعم، ويرجع ويبلغ قومه ولا يؤذي إخوانه ولا يتعلم ثقافة، يحضر جني جاهل أو شيطان جاهل ويتعلم ثقافة. نبغي نتعلم علما نعمل به وندعو إلى الله عز وجل. فالدين شامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بجميع جوانبه. أنا أسألكم حتى أعرف أفهمتم ما أقول أم لا. فمن يقول أنا مما تقدم من الكلام الذي تقدم ويأتي ها هنا من يقول أنا؟ الله المستعان. بطل سهل، تعال يا محمد. اذكر لنا من الأدلة التي ذكرناها، وإن كنت تستحضر أكثر منها ذكرتها في دخول الجن الصالحين الجنة. ذكرنا جملة من الأدلة، ولو استحضرت أكثر منها قلتها وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ذكرت أن الأدلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن في الإنس هي تشمل الجن. نعم. فكل دليل يدل على دخول المؤمنين الجنة فهو يشمل دخول المؤمنين من الجن. نعم. يكفي أذكر أدلة؟ لا، تذكر الأدلة حتى أدري أنكم وعيتم وفهمتم. طيب. تذكر الأدلة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
مبينا وأن من أضاع الله سبحانه وتعالى فإن مصيره إلى الجنة، ومن استقام أيضا على شرع الله فإنه على خير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ويقول سبحانه وتعالى في الدنيا محمد. طيب إن للمتقين مفازا. نعم. والمتقون هم من الطرفين. نعم. حدائق وأنادى وكواعب أترابا إلى آخر آية. طيب أحسنت بارك الله فيك. نعم قل كثير قل الذي تريد. طيب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وطيب عند أن قسم الناس إلى قسمين، أصحاب الجنة وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم قال سبحانه وتعالى طيب وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى آخر الآية. نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أيضا كذلك أن الجنة مثوى الجميع، قول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم هذا أمر ضيق، هذه الآية نشيتها وهي ماذا في سياق الجن والإنس، هي مما استدل به العلماء على ذلك. أحسنت بارك الله فيك. نعم وما خلقت الجن والإنس لا ليعبدون، لا بأس الكلام على ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد ويطعمون العبادة، الكلام على دخولهم. نعم يا محمد. محمد لا ما أصلح التسجيل بارك الله فيك. ها يعني قلت كنا نقول حزبية ظاهرة وهو سبق لسان وصار حزبية ظاهرة. أي نعم كنا نقول حزبية مغلفة أصحاب جمعية الحكمة، ففي النهاية فإذا هي حزبية ظاهرة والله المستعان. أحسنت يا محمد. يا شيخ نعم سبع أمره تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبده من الجن والإنس يترتب عليه الجزاء. أي نعم هو هذا، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. وبعد هذا نتواصى جميعا بتقوى الله عز وجل والله المستعان. وإذا كان هناك أسئلة تختص بهذا الموضوع أو تنبيهات فلا بأس، وكما قلت لكم أتمنى أن شخصا يكتب في هذا الموضوع، لعله يكتب لكن من جميع جوانبه، من جميع جوانبه، أيجوز للإنس أن يتزوج بجنية، أيجوز للجن أن يتزوج بإنسية، وهكذا يكتب. نعم تفضل. يقول السائل هل يجوز التعامل والاستغاثة بالجن المسلم بالجن المسلمين بما يقدرون عليه؟ هذه وهو مسألة التعاون، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مسألة نعم التعاون فيجوز أن يتعاون، بس الذي ينبغي أن تتأكد أنه ليس بشيطان يستدرجك ثم بعد ذلك يأمرك بالمعاصي ويأمرك بمخالفة دين الله. وقد وجد غير واحد من العلماء الأفاضل يخدمه الجن ويقومون في خدمته. نعم. وما هو الدليل على تقسيم الجن إلى سلفي وغير سلفيين؟ ما هو الدليل على تقسيم الجن إلى سلفيين وغير سلفيين؟ الذي هو موجود حتى في الإنس، موجود حتى ماذا يعني الذين بهم مس ربما يتكلمون بهذا، ربما يتكلمون بهذا ويقولون نحن من أهل السنة، والله المستعان. نعم. وقلنا النحل الموجودة في بني آدم هي موجودة في الجن، فمنهم العلماني ومنهم
البعثي ومنهم الشيوعي ومنهم المسلم ومنهم السني. نعم. هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بجنية مسلمة والعكس؟ اختلف العلماء كما في حياة الحيوان للدميرين، والذي يظهر هو الوجوه إلا هو الجواز. وأما قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا الامتنان أعظم، أن يتزوج الإنسي بإنسية والجني بجنية فهو أعظم. لكن لو تزوج بجنية ليس لدينا ما يمنع، أو إنسية تزوجت بجنين كذلك ليس لدينا ما يمنع من الشرع. لكن كره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن تخرج المرأة حاملة فيقال ما من أين حملت، فيقال إنها مزوجة من الجن. صحيح ربما يكون هذا فتح باب للزنا وفتح باب للهجور، والله المستعان. يا شيخ عبد الرحمن، أين العقد؟ من الذي يقوم بالعقد؟ وأين كيف تتم المسألة؟ إن كان لها أولياء فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وإن لم يكن لها ولي فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا لم يحصل لا ذا ولا ذاك الولي يأبى والشيطان يأبى والحاكم يأبى، فماذا؟ فهل تنصب أخا صالحا سواء كان من الجن أم كان من الإنس؟ والله المستعان. وأما أن بعض الجنيات إذا ماذا إذا رغبنا في الرجل تلبسنا به فهذا أمر حرام ويعتبر زنا، وهكذا بعض الجن إذا رغب في المرأة تلبس بها فهذا أيضا يعتبر زنا وإذا لبني آدم وهو يعتبر حراما. يقول السائل هل الجن يتشكلون على هيئة الإنس وهيئة الثعابين؟ نعم يتشكلون، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فممكن أن يأتي في صورة هر أو في صورة كلب الأسود شيطان أو في صورة ثعبان أو غير ذلك، كما حصل أن رجلا قتل مع حية فاضطربت على سلاحه ولا يدرى أيهما أسبق موتا هو أم الحية. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للمدينة سكانا، فإذا رأيتم أحد يعني من ذوات البيوت من يسكن من الحيات التي تسكن في البيوت فأنذروها ثلاثة، فيمكن أن يتشكلوا على ألوان. بل ربما أن الإنس لا يستطيع أن يراهم على صورتهم وحقيقتهم، فقد أخبرت عن شخص بصعدة كان يتدارس مع شخص القرآن فألح عليه وطلب منه أن يريه صورته، فقال ليس من صالحك، وغيره أيضا ليس من صالحك، ألح إلحاحا، فكأنه أراه صورة كريهة المنظر فجن الإنسي جن الإنسين، فلعلهم لا يرون على صورتهم التي خلقها الله عليها أو خلقهم الله عليها. يقول السائل ما هو الفرق بين الجن والشياطين؟ الجن يشمل الشياطين والصالحين، والشياطين نعم خلقوا لإغواء الناس وإضلالهم، وأما الصالحون فهم متمسكون بدينهم، عندهم المساجد وعندهم ماذا الصلاة
ويتمشكون بدينهم في حدود ما يعلمون، إلا أن الغالب عليهم الجهل. أردت أن تقول شيئا يا محمد؟ نعم، كنت أريد أن أقول الأولاد يكونوا تابعين لمن؟ ها؟ الأولاد. إيه. الذين يكون تابعين لمن؟ الأولاد يكونون ماذا أنت أحق به ما لم تنكحي؟ أولاد يكونون تابعين لأمهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت قد يقول قال من أين ندري؟ هذا بناء على أنهم سيحكمون الكتاب والسنة، والله المستعان. هل هم ظاهرين أم هل هم ظاهرين أم خفين؟ نعم، هل سيكون ظاهرين أم خفين؟ وهذا السؤال اللي كان يتكلم به، كيف تقسم تركة الزوج الإنس بين أبنائه الإنس والجن؟ للذكر مثل حظ الإنسين. نعم، هل يستطيع الجن أن يقتطف الإنس مع الدليل؟ نعم، هذا حدث في زمن عمر وحدث في غير زمن عمر، أنهم ربما يقتطفون الإنس ويبقى عندهم ما شاء الله ثم يرجع، والله المستعان. لا مانع، ليس هناك ما يمنع، فعندهم قدرة، والله المستعان. ما حكم من سب الجن؟ ها؟ السائل يقول ما حكم من سب الجن؟ إن كان يعني بهم الشياطين فالأولى أن يقول بسم الله وأن يذكر الله فهو أولى من سبهم، وإلا فهو جائز. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا عثر أحدكم فليقل بسم الله ولا يقول تعس الشيطان، فإنه إذا قال تعس الشيطان تعاظم حتى نعم ويقول صرعت بني ابن آدم بقوتي، ولكن إذا قال بسم الله تصاغر. فماذا؟ فالأذكار هي والعمل، الأذكار والعمل وقراءة القرآن والاستقامة، هذه هي أولى، والله المستعان. يقول السائل من أرفع الجن أم الإنس من حيث الأجر والمكانة في الجنة؟ لا، الإنس أرفع، الإنس أرفع، فقد اختار الله منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل بعثت إلى الأبيض والأسود، نعم، وفي بعضها الأبيض والأحمر، والأسود المراد بهم الجن. فماذا؟ فالإنس هم أرفع في هذا. يقول السائل بعض الناس هذا بناء على ماذا؟ على التشريف في الكرامة، وإلا فالله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والآية وإن كانت في سياق الإنس. بعض الناس يدعو على أخيه أو صديقه أو ولده ويقول لك جني أخذك وغيره، ويذكرون الجن أكثر من ذكر الله، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، وكما سمعتم قبل أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مؤدبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ولا ينبغي لنا أن نعظم الجن تعظيما حتى يخاف أطفالنا منهم ويخاف نساؤنا منهم، فإننا إذا عظمناهم فماذا؟ فربما بعد ذلك يزعجون المسلمين ويزعجون الجنس الإنس، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم حاكيا عنهم. نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فإذا علموا أن الإنس يخاف منهم ازدادوا رهقا وتشجعوا عليه وآذوه، وإذا كان يعتصم بالله فالجن يخاف منه، فقد مسك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جنيا وخنقه حتى سمع برد لسانه على يده، وقال لولا دعوة أخي سليمان
يعني يقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح مربوطا بالسارية يلعب به صبيان أهل المدينة. وهكذا أيضا أبو هريرة مسك الأشير الشيطان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان لا يفرغ منك يا عمر. وقال أيضا لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. يقول السائل هل الجن يتزوجون من الحور العين في الجنة وهل هم من أولاد آدم؟ الذي يظهر أنهم يتزوجون بدليل قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأيضا يقول الأخ هذا وفي هذه الآية دليل على أنهم يدخلون الجنة إذا كانوا صالحين. نعم الحافظ بن كثير يقول أن الدلالة بها ما هي واضحة مثل قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ومثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم يقول السائل هل الجن أرواح؟ ها؟ يقول هل هم من بني آدم؟ السائل يقول هل هم من بني آدم؟ نعم الجن؟ لا هم قبل بني آدم. نعم وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. نعم يقول السائل هل الجن أرواح أم أجساد؟ جزاك الله. الذي يظهر أنهم أرواح وأجساد تعرفون شيئا يا أخوان غير هذا؟ نعم إلا أنهم يقتدرون على التشكل فهو ممكن أن يدخل من الثقب. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بغلق الأبواب ويقول إن الشيطان لا يفتح غلقا ويأمرنا أيضا بتغطية الآنية وأن نذكر اسم الله عليها وإذا لم يجد فعود فماذا. فإذا تصرف المسلم تصرفا سليما فإن الجن يبتعدون عنه. وهكذا إذا دخل من منزله إذا دخل منزله وقال بسم الله وإذا إذا قال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم وإذا أكل وقال بسم الله قال لا مبيت ولا عشاء. هذا سؤال لما تقدم في النكاح يقول كيف السبيل للوصول إلى عقد النكاح معهم أي كيف يتعرف عليهم حتى يتزوج منهم؟ ربما هن يعرفن كما في كتب السير وكذلك في طبقات الشافعية أن رجلا كان يمشي وحده فرأى مجموعة من النساء وماذا فقالت له واحدة أترغب أن تتزوج بهذه البنت؟ وهو خاف خوفا شديدا فقال نعم. هو لا يرغب يتزوج لكن خاف منهن. فقال فوجد أنفها طويلة وماذا وبقيت عنده ليلتين وثلاث ليالي لا يستطيع أن يأتيها ولا يرغب في إتيانها. ثم جاءت المرأة وقالت كأنك لا تريدها. قال نعم فأخذتها. يا شيخ نعم الآن من المعلوم أن الجن هؤلاء يتمثلون ها. فهذه المرأة التي عرفنا صدقها وعفافها أتت التي تتزوج بهذا الرجل لا يمنع أن تأتي امرأة أخرى وتتشكل بلونها ثم هذا الرجل يعني يجامعها وهي ليست زوجة له أصلا لأنهم مخفيون أصلا ما نعرفهم كيف نعرف ذلك؟ إيه؟ وهم لهم القدرة الكاملة على أن على التشكل يعني تقول ربما يأتيها جني آخر ربما تأتي الرجل جنية أخرى وتتصور بالجنية الحقة زوجة يذكر الله سبحانه وتعالى اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وماذا ذكرت قصة ذكرها لنا الأخ عبد القادر يقول إن مريضا قد أعيى الأطباء فأتوا به إليه
وقال ما تشكو؟ قال أشكو من مغص شديد ودم يخرج مني فأنا وقد أعيى الأطباء فقرأ عليه فإذا جني يتكلم على يعني لسانه فقال له أخ عبد القادر القدسي فقال له ماذا تريد وما لك؟ قال إن هذا تزوج بأختي وأنجبت له أولادا والآن تركها ما أدري في أمريكا ولا وأتى إلى هنا فقال له انزل لأن يتسلط على مخه ثم بعد ذلك لا يستطيع الإنسان أن يتكلم نزل وسأله هذا كلام صحيح أم ليس بصحيح؟ قال صحيح لكنني تزوجتها على أنها إنسية ما تزوجتها على أنها جنية فلما أخبرت أنها جنية خفت منها فماذا؟ فقال له يعني ثم كلم الجني وقال هو تزوجها على أنها إنسية قال والآن إما أن يأخذ أولاده ويفارق أختي وإما أن أبقى فيها هكذا فرجع وأخبر وأنا قال آتيكم بهم ما يحتاجون لا جواز ولا سفريات كيف تفعل؟ قال هذا ما هو شغلكم ما ترونهم إلا عندكم فماذا؟ فبعد ذلك رضي الرجل أن يؤتى له بامرأته وبأولاده وشفي بإذن الله تعالى. الأولاد الرجل هذا الذي تزوج امرأة جنية وأنجبت له أولادا هل يتمشون أولاده في سمعته سنسأل عبد القادر إذا كان يعرف هل يتمشون أو ما يتمشون لا بد ها ما دام أنها جاءته امرأة في صفة إنسية وتمشي وأيضا قرأت في ترتيب المدارك قرأت أن شخصا كان له جني يخدمه فسرقت حمارة الإنسين فماذا؟ فذلكم الجنين ذهب في صورة إنسي وقال هذه حمارة فلان فإما أن تتركها وإما أن أصح للناس أنك سرقتها وهو عالم كبير عندهم سرقتها يعني حمار العالم فتركها وردها له فممكن ماذا يا أخوان أن يمشوا لا ليس هناك ما يمنع بل ربما يرسل الشخص الجني يشتري له فاكهة أو يشتري له علاجا يعني أو ذلك ليس هناك ما يمنع. صحيح أن الشخص في هذه المسألة يحصن نفسه بالأذكار. نعم أمر مهم أن يحصن نفسه وألا يركن على الشخص إلا وقد وثق من دينه لا بد من هذا لا يكون شيطانا يستدرجك قليل قليل وما تدري وقد أصبحت مخرفا أي نعم إما باسم العلاج وإما باسم غير ذلك فلا بد أن الشخص يذكر الله ويزن جميع أعماله وجميع أعمال الإنسين بالكتاب والسنة وإذا وجد منه انحرافا فماذا إذا وجد منه انحرافا ماذا يبتعد عنه وذكرت قصة لابن عربي الملحد سئل ذات مرة كما في ميزان الاعتدال في ترجمته اسمه محمد بن علي هكذا يا أخوان في ميزان الاعتدال فسئل ذات مرة أيمكن أن يتزوج الإنسي بالجنية قال لا يمكن الجني جسم كثيف والإنسي جسم لطيف وثم بعد ذلك قال الإنسي جسم كثيف والجني
جسم لطيف. ثم بعد ذلك قال بعضهم أيضا يقول أن الجن خلق من نار، لو دخل الإنس لا أحرقه، ونحن أيضا من تراب، هل نحن الآن تراب؟ وكذلك فماذا؟ ثم بعد أيام وجد وإذا رقبه به مخوش، في رقبه مخوش، فقيل له ما هذا؟ قال تزوجت بجنية فأغضبتها فخنقتني. وماذا هذا يحصل يا إخوان؟ كم من شخص يتزوج ثم بعدها تخنقه؟ فالأفضل هو الابتعاد. نعم. يقول السائل بعض من ينكر المس مثل الغزالي وغيره، أنهم يقولون لماذا لم يوجد رجل أمريكي أو سويدي إلى آخر، يعني كافر به مس، وبهذا الشيء يلبسون على الناس. هذا قولهم لم يوجد ليس بصحيح، بل هو موجود. ثم بعد ذلك أيضا شيء آخر، وهو أنهم في اليد، السويدي الكافر والبريطاني الكافر والأمريكي الكافر هو في اليد. ألا ترى أنه يأتينا ها هنا شخص سوي، يأتي شخص سوي بخير، ثم بعد ذلك ما يمكث أياما إلا وآتيه الصرع. ما هو السبب في ذلك؟ سألنا المختصين بهذا، قالوا يكون راضيا عنه، إذا كان يمشي بالشوارع وكان ماذا يذهب بالدراسات مع الناس، فهو راض عنه وهو ماشي في يده. لكن إذا التزم الشخص يحترق الشيطان فيصرعه، وهذا قد حدث لغير واحد، حتى إن شخصا مصريا أتى إلى هنا ونعم، وبعد ذلك جن وصار يأكل التراب من الوادي ها هنا، يأكل التراب، فأنا أخشى عليه يضره. قالوا ما يضره؟ ماذا؟ بعد ذلك نزلت إلى مصر، فإذا الشاب سوي في صحة طيبة كيف ذاكم؟ قالوا إذا ذهب إلى المدارس رجعت له صحته، وإذا مشى وترك الالتزام رجعت له صحته، وإذا التزم بالدين إذا التزم بالدين وآذاه الجني، فالشيطان يؤذيه إذا التزم بالدين وتمسك بالدين، بخلاف الشخص الذي هو ضايع ماير. نعم، وبعد التلفزيون هكذا لا يذكر الله، ولا ماذا يا أخوان، لا يسوي به الشيطان، صراعه مع الشيطان في قبضة الشيطان، أو يتعامل بالربا، أو هو ماذا ضايع مائع تابع للزنا وتابع للفواحش وارتكاب المحرمات، أو في قبضة الشيطان. ما يتألم الشيطان إلا من الصالحين، وهذا أمر قد حصل، وقد نطق بعضهم أنه إذا بقي هنا سيؤذيه، وإذا ذهب من هنا فلا عليه شيء منه، والله المستعان. يقول أين يسكنون الجن؟ يختلفون. الجن الصالحون يسكنون في المساجد وفي الأماكن الصالحة، والجن الفاسدون القذرون يسكنون في الحمامات وفي مواضع القمامة والأماكن القذرة، فهم يختلفون، والله المستعان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الجحر لأنه مستعجل. نعم. وماذا؟ وبعد هذا نتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على فهم السلف الصالح، والله المستعان.